السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. محمد علي معاكم مره تانية من شركه جولد ماستر المتخصصه في اجهزه كشف المعادن والمياه الجوفيه والانظمه الامنيه. ان شاء الله معانا النهارده فيديو جديد بس مختلف شويه. مش هنشرح عن جهاز معين، هناخد جوله سريعه في معرض شركه جولد ماستر وهنعطي معلومه صغيره عن كل جهاز. اول حاجه هنبدا بيها الاجهزه الصوتيه. الاجهزه الصوتيه في منها اللي بيشتغل على الذهب الخام وفي منها اللي بيشتغل على الذهب الخام والكنوز. فنبدا باول جهاز معانا، جهاز جريد اي تي اكس. ده جهاز صناعه امريكي، صناعه الجيش الامريكي. جهاز حساس جدا، حساسيته قويه جدا على الذهب الخام وشذرات الذهب. نقدر نستخدمه كمان للكشف عن الكنوز. جهاز بيجي معاه طبقين، ده الطبق الصغير فيهم. نيجي على الجهاز اللي بعده، جهاز سيمبلكس من شركه ماكرو نوكتا، جهاز صناعه تركي. جهاز بيعمل عمليه العزل، بيقدر يعزل معدن الحديد، بيقدر يميز ما بين المعادن، بيشتغل بنظام ال VLF. الجهاز اللي بعده الامفيبيو، جهاز ضد الميه، بيشتغل تحت الميه. جهاز من طبعا صناعه تركي، عمقه بيوصل لعمق تقريبا 2 متر ونص. جهاز الامباكت هو يعتبر من افضل الاجهزه الموجوده في السوق، بيجي معاه 3 اطباق، صناعه تركي. الجهاز الوحيد اللي في السوق تقريبا بيقدر يعزل جميع المعادن ويشتغل فقط على معدن الذهب، تقدر تعمل فيه الموضوع ده. واكتر جهاز ممكن يوصل لعمقه بالطبق الكبير، يقدر يوصل لعمق 3 متر و3 متر ونص. تقدر تستخدمه على الذهب الخام، تقدر تستخدمه على الدفاين برضه. بيجي معانا جهاز جاريت ايس 150، جهاز بسيط جدا، جهاز حساس جدا، بيشتغل على الذهب الخام، يقدر يوصل معاك من متر لمتر 120 سنتي مع القطع الكبيرة. يجي معاه طبق واحد بالشكل ده، صناعة أمريكي برضو. يجي معانا برضو جريد اس 200، صناعة أمريكي، ضمان سنتين، كل جريد ضمان سنتين، يقدر يوصل معاك لمتر ونص مرتاح جدا، تقدر تستخدمه برضو على الذهب الخام. بيجي معانا جريد اس 400، بيجي معانا الطبق كبير، ضمانه سنتين، تقدر نستخدمه على الذهب الخام والدفاين. بيجي معانا جريد اي تي اكس، صناعه امريكي، ضمان سنتين، مع الطبق الكبير برضو مش الحجم الصغير، نقدر نستخدمه على الذهب الخام والدفاين. وكل الاجهزه اللي بتشتغل بخاصيه البي ال اف تقدر تميز ما بين المعادن وتقدر تعمل عمليه عزل المعدن الحديد، ما بقاش فيها اي مشكله. بيجي معانا جريد جي تي اي 200، برضو جهاز ممتاز جدا، يقدر يوصل معاك لمترين ونص، حساس جدا، تقدر تستخدمه للذهب الخام وتقدر تستخدمه للدفاين. بعد كده يجي معانا شويه اجهزه بتشتغل بالنظام الصوتي مع النظام التصويري، زي جهاز جولدن كينج. جهاز جولدن كينج جهاز ممتاز جدا، قديم جدا في السوق، مشهور جدا في السوق، بيجي باطباق، اطباق مختلفه، ده طبق صغير، بيكون في طبق وسط وبيكون في طبق كبير، بيوصل معانا ل 18 متر عمق. بيجي معانا جهاز جيو سونار، جهاز جيو سونار يقدر يوصل معانا لعمق 6 متر، جهاز طبقي وتصويري ايضا. ده بالنسبه للاجهزه اللي بتشتغل بالنظام الصوتي. يجي معانا برضو هنا انظمه مختلفه شويه، هنا دي الانظمه التصويريه. يجي معانا جهاز فيوجن من شركه اوكي ام، ضمان 3 سنوات، يقدر يوصل لعمق 20 متر من شركه اوكي ام. بيجي معانا جهاز جراوند نافيجيتور، يعتبر افضل حاجه في السوق، بيوصل لعمق 40 متر، جهاز تصويري، بيكون فيه تمييز، بيكون فيه صوره ثلاثيه الابعاد، بيشتغل باكتر من نظام، جهاز ممتاز جدا، ضمانه 3 سنوات ايضا. يجي معانا برضو جهاز روفر يو سي، جهاز بيشتغل بالنظام التصويري من شركه اوكي ام ايضا، ضمانه 3 سنوات، بيقدر يوصل معاك لعمق 13 متر تقريبا. ده بالنسبه للاجهزه التصويريه. يجي معانا في الانظمه الاستشعاريه، على راسهم جهاز ميجا سكان برو. جهاز بيشتغل بثلاث انظمه، بيحتوي على 10 برامج للبحث. الجهاز بيوصل ل 40 متر عمق ومدى امامي 2000 متر وضمانه 5 سنوات. بيجي معانا يليه على طول جهاز ميجا جي 3، بيشتغل بنظامين، نظام استشعاري بعيد المدى ونظام ايوني، بيوصل لمدى امامي 2000 متر وعمق 40 متر ايضا، وبيحتوي على 8 برامج بحث، وبيكون الضمان بتاعه 5 سنوات ايضا. يجي اخر واحد في اجهزه ميجا، جهاز ميجا جولد، بيوصل لعمق 30 متر ومدى امامي 2000 متر،
يحتوي على 4 برامج للبحث ونظام واحد فقط استشعاري بعيد المدى. ده بالنسبة للنظام الاستشعاري. بيجي معانا برضو ايضا في الانظمة الاستشعارية اقل جهاز فيهم جهاز جولد هانتر. جهاز بيوصل لعمق 35 متر ومدى امامي 2000 متر، بيحتوي على 6 برامج بحث وضمانه سنتين، مقدم من شركة جير ديتكت. ده بالنسبة للانظمة الاستشعارية. كمان بيجي معانا جهاز ديب سيكر. جهاز ديب سيكر مقدم من شركة جير ديتكت، بيشتغل ب5 أنظمة مختلفة، استشعاري وايوني ومغناطيسي وتمييز ما بين الكوف والفراغات والتصويري. بيوصل لمدى امامي 3000 متر وعمق 40 متر وضمانه سنتين ايضا. هنيجي هنا بالنسبة للاجهزة الخاصة بالمياه الجوفية. عندنا جهاز جيو سيكر مقدم من شركة اوكي ام، ممتاز جدا، ضمانه 3 سنوات، بيوصل لعمق 250 متر، بيشتغل بنظامين الجيوفيزيائي والتصويري. بيجي معانا ايضا جهاز فريشرز 2 سيستم مقدم من شركة جير ديتكت، ضمانه سنتين، بيوصل لمدى امامي في النظام الاستشعاري 2500 متر وبيوصل لعمق 1200 متر. بيجي معانا ايضا انظمة للالماس والاحجار الكريمة. بيجي معانا تيتان 500، جهاز ممتاز جدا برضه مقدم من شركة جير ديتكت، ضمانه سنتين، بيوصل لمدى امامي 3000 متر وبيوصل لعمق 65 متر. يجي معانا دايموند هانتر. دايموند هانتر مدى امامي 2000 متر وعمق 35 متر. الميزه في جهاز تيتان 500 ان انت تقدر تحدد نوع الحجر الكريم اللي انت عايز تشتغل عليه. ده ممتاز جدا. هنا بتبحث على الاحجار الكريمه بشكل عام، ما بتحددش نوع معين. معانا برضو جهاز ايزي واي. ده جهاز ايزي واي نسينا نتكلم عنه في النظام التصويري، هو ابسط نظام تصويري موجود واصغرهم يعتبر. جهاز ممتاز جدا برضو، بيوصل ل 18 متر عمق. ده بالنسبه للاجهزه التصويريه. عندنا شويه اكسسوارز كده بنبيعها برضو شغالين فيها، زي اجهزه التفتيش. عندنا زي البوم بينتر اللي بنستخدمه لكشف العملات المعدنيه او الذهب الخام الصغير. عندنا برضو دايموند تيستر. عندنا البريزيديوم، ده برضو دايموند تيستر، وبرضو تقدر عشان تقدر تعرف نوع الحجر الكريم ايه ومضروب ولا لا وتعرف النوع. فدي حاجات موجوده عندنا. عندنا سماعات برضو، عندنا اجهزه، عندنا اطباق تصفيه الذهب. فعندنا حاجات مختلفه كتيره. يا ريت نتمنى تشرفونا في المعرض وتاخدوا فكره، ولو حد عنده اي استفسار او اي سؤال يتفضل واحنا تحت امركم. شكرا لحضراتكم.